استاذ ريلا، حضرتك على اطلاع على هذه الدراسه، تحكي لنا عن تفاصيلها وكيف بنتقل بالفعل يعني مشاعر الاهل، او خلينا نحكي كيف هذا التفاؤل ممكن انه ينتقل من الاهل الى الابناء. الدراسه الحقيقه هي فيري انترستينج، كثير مثيره يعني للاهتمام، وبتخلينا هيك نصحى احنا كتربويين واهل على سلوكياتنا، على طريقة تفكيرنا، على المشاعر وكيف منعبر عنها، وقديش إحنا منأثر بولادنا من غير ما ننتبه. فالدراسة بتقول إنه عملوا دراسة على عدد من العائلات، لقوا إنه الأطفال اللي أهلهم طريقتهم بمواجهة الحياة فيها تشاؤم كبير، هم بيلقطوا نفس طريقة التعامل مع الحياة. وهذا على فكرة بيعطينا يعني دلائل كثيرة. نعم. إحنا بنتعامل مع أطفالنا بشكل يومي، إحنا بنعبر عن طريقة تفكيرنا، عن مشاعرنا وسلوكياتنا بقلة وعي صراحة لأهمية تأثير هذه طريقة التفكير، طريقة تعبيرنا عن مشاعرنا، طريقتنا باتخاذ القرارات، كيف بنحكي معاهم، كيف بنحكي مع حالنا من غير ما ننتبه احنا عم ننقل لهم عدنا. نعم. فاذا بدنا نحكي شوي على التشاؤم، التشاؤم هو مش بس سلوك، هي طريقه بالتفكير احنا بنعززها، معناته من احنا صغار. صح. من وين لقطنا كمان احنا طريقه التشاؤم هذا؟ يعني كلنا بنمر بظروف صعبه، سواء اقتصاديه، سواء وقت الكورونا. نعم. بس في ناس بتلاقيها بتفرق بطريقة تعاملها مع الظروف الصعبة. نعم. لا شك إنه مش الظروف هو بس العامل الأساسي. حلو. طيب سترولا، هلا احنا دائما بنعرف وكل ما بنحكي مع اخصائيين زي حضرتك، الكل بياكد انه الطفل بيتعلم من تصرفات اهله معه وليس من ما اهله بيقولوا له اياه. يعني فمعناته هيك لما عم نحكي انه الاهل المتفائلين، شو المفاهيم لما بتيجي مع كلمة متفائل، شو المفاهيم اللي عم بزرعوها من خلال سلوكياتهم بأبنائهم، وهالمفاهيم هي اللي عم بتساعد الأبناء أنهم ينجحوا في المستقبل؟ هلأ مهم نعرف أنه إحنا طريقتنا في التعاطي مع الحياة، إذا بدنا نطلع شوي كيف منعزز هاي الطريقة، علم الدماغ بيقولنا أنه إحنا كل ما صرفنا بنفس الطريقة مع موقف معين، زي تريجر بصير لأي إشي معين، تريجر مؤثر خارجي، بصير أنا الدماغ بطبيعته بياخذ أسهل طريقة هو تعود عليها، زي نوع من توفير الطاقة في الدماغ. نعم. فبصفي مرات أنا عندي ردة فعل لأشياء كثير بسيطة من غير ما أنتبه، تمشي بنفس الفاس بالبرين، نفس الطريق، يعني نفس طريق الشبكة العصبية في الدماغ. كل ما بعزز هاي الطريقة من غير ما أنا أوعى، من غير ما أصحى إنه لا في إشي غلط عم يصير مثلا، أو أنا دائما متضايق، أو ليه يا ربي أنا كل الأشياء ما بتزبط معي. نعم. بتتكرر هاي الأشياء، هذه دليل إنه إحنا في إشي غلط عم نعمله، على الأقل بطريقة تفكيرنا. خلينا بعدين نحكي عن السلوك، بس نبدأ من الأصل، إحنا ليش بنتعاطى مع الحياة بكل هاي الصعوبة، بكل هذا التشاؤم، بكل هاي النيجاتيفيتي السلبية؟ فهذه طبعا بتظهر بطريقة كلامنا، السلف توك، أنا كيف بحكي مع حالي. زي شو ممكن يعني سترولا، عشان الوقت بحب هيك أسمع منك توصيات، يعني شو المفاهيم اللي لازم تنزرع بالأولاد ينتبهوا لها الأهل لحتى تعطيهم تكون أدوات بتساعدهم ينجحوا بحياتهم بالمستقبل؟ يعني أول إشي ممكن أقوله إنه إحنا دائما كأهل منركز كثير على أخطاء أولادنا، كثير منركز ومننسى نعلمهم طب شو الحل؟ طب أوكي غلط الولد، خليه يغلط، وهو بحضنك خليه يغلط، مش نجرم الطفل ونضلنا نلقط أخطائه. وأنا بلاحظ الناس اللي عندهم هاي النظرة السلبية للحياة دائماً بيركزوا كثير على أخطاء أولادهم. نعم. تمام، أنت شفت الغلط وهذا وعي منك، وبدك ابنك يكون يعني يتعلم الصح.
نعم، فيعني هنا الأستاذة رولا المتطلب من الأهل يكون في عندهم وعي في التعامل مع أبنائهم، وأيضا كمان يعني الأهل ما بنقدر نحكي أنه حياتهم وردية وما رح يكون فيها مشاكل، هو إلا ما يتعرضوا لفشل إحباطات، وأيضا الحياة ممكن تكون شوي صعبة، ولكن هي طبيعة نقل هذه المشاعر إلى الأبناء. وكمان أتوقع أني صالحيني هون، هو ضروري أنه إحنا نفهم أبنائنا ونخليهم يعرفوا بأنه في لحظات إحنا رح نمرق بألم بفشل بحزن، ولكن إحنا كيف لازم نتصرف مع هذه المشاعر، كون هذه الدراسة أيضا بتركز على هذا الجانب. في كمان بدي أشير لنقطة مهمة، إحنا ما بنحكي عن الإيجابية المطلقة. نعم. لأنه كمان في شيء اسمه طقس البوزيتيفيتي، إحنا ما بنقول إنه إحنا دائما نعيش أولادنا بإيجابية مطلقة، لأنه كمان هذا بيكبرهم هالشيء. بس نكون عندنا شوي ثبات، ثبات انفعالي. تمام، هذا الإشي غلط، رح نعلمهم إشي اسمه تفكير بنتائج. ونعلمهم إنه حتى لو صار غلط ينتهي، كان أنت بتقدر تصلح غلطك. نعطيهم أدوات. وعلى فكرة ما بينفع بس بالكلام، لازم إحنا كمان بسلوكياتنا مرات زي ما بنخرب نقدر نعدل. يعني أنا لما بغلط كيف خليهم يشوفوا كيف أنا بصلح الغلط. مثلا غلطت مع صديقتي كيف أنا بصالحها، غلطت بموقف معين بالشغل كيف أنا بصلحه، خليهم هم يشوفوا يتعلموا. تمام الغلط، بس نقدر نصلح الغلط. ومش كل إشي وردي، مرات بدنا نمر بأشياء صعبة بس إحنا نقدر نتحمل. فهي أعتقد كلمة I can فيها يعني positivity حلوة للأطفال. نعم، إذن شكرا لوجودك معنا الأستاذة رولا كيلاني، مستشارة التدريب في الذكاء العاطفي والتواصل، كنت معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بحضرتك.